55 وهذه ب70. هذا اخر واحد نسومه اللي نسومه جوج الاخرى اخر وحده اخرى ولده وحده ولده وحده وهذه نسومه 55 70 السلام عليكم خوص مرحبا بكم انا سوق 16 اليوم 18/5/2024 خليكم معنا خلينا نقربوا من الحزمين بين الخير والمسار على كل كديرة في السنة جامع مجموع جديد مجموع جديد شحال بجديتو 1700 درهم قلبتوها ناضية دروعة ناضية كلشي وهذا هذيك ما معاها هادش هادي هي ب 46 نشوفوا سنان اعطيني سنان غيكونوا ملاح سنان سنان باقا مزيان 46 2000 علاش دار هذيك ولا عامل ايه وصافي هادو سنان كاع زوينين كاع جمع جديد 1700 درهم الدراري غيكسبون بس الله جبتي سير سيا فيها شي سري والد فيها سري والد واحسن بخير امور هانيه بخير بخير الله يحفظك يا يلا عطينا اسمينا ولا عارف اسمينا مينا شحال 32 اخويا باش خدمة جملة الوالدات الوالدات خدمتي زوج اخو 8 قال زوج زوجات لوالدة لا 78 لوحدة نمشيو نشوفوا الوالدات رواسية 36 1800 باش طاحوا عليه هذوك والدات فينا هما امهات وما كيعرف تبارك ولادهم كبار حوليات ثلاثة خرفان وجوج حوليات صافي ناضي تبارك الله عليك تبارك الله عليك هذه راه من الوالدين هذوك كلشي حتى لا داك كامل 36 والوالدات 78 1800 درهم الرواسيات و 3900 درهم للوالدات الله يحفظك بخير الله يحفظك الله يبارك فيك الله يسهل عليكم الدراري الله يسهل عليكم العجل الرواسيه اليوم موجوده هنا في سوق 16 طولها فيها 7000 خاصها 90 طولها 8000 بحال وصلت 98 ودا خروف ودا ودا عيطوا لنا السوق تبعوا لنا غير هذه 20 120 تعير ياك ولا ما سنة راه زوين حتى ولدها تبارك الله تهو زوين تبارك الله زوين ولكن المساحة في الربيع عادي ما رعاش لا زيد واشي راه وليدي غادي نخدم صافي راه باين صافي هاي 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 بنتي بنتي يا شي صافي شدينا تعال تعال حيدمتهم 98 نجي عندك ديالي عبد الرحيم عبد الرحيم قول معايا على التومة نشوفوا سنانة شحال هي ب 90 حتى هي ب 90 ولدها شحوليات ولدها خروف وحولية خروف وحولية خلينا نشوفوا خروف وحولية ما عطاوك شي رباح ولا مازال؟ عطاونا 4000 عطاوك 4000 ياك أب وحدك ما مشروف ما والو أنا مشروف مشروف أنا عندي مشروف
اللهم يسر اللهم يسر تبارك الله ما شاء الله. نشوف سنيناته واخا ثنيه ربعيه ثنيه ربعيه باقا حوليا الاخوان شاتو فين سوس سوس خروف لا لا شوف ثنيه ولا حوليا بنت زوينه خويا بخير بخير لحدك الله يسخر خويا سنين زوين اخويا جموع زوين سنين صغار صغار ولد 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 صراحة بدا السوق تاعنا جميل السوق كاين تمن اخويا كاين تمن كاين تمن اوكي داير بخير تلاقيت مع البشير قال لي العشوائية ولا خليها فوق محمد العشوائية الله يحفظك الله يحفظك كدا السوق صراحة رجع هلا اليوم الخروف الثمن شوية ما كاين باس والله يجيب لكم التيسير الله يسهل عليكم الدراري تمام مية وستة وخمسين نعطيكم ثلاثة حل وحدة قريبة حل 52 في الوحدة 52 اي 2600 في الوحدة قالوا لي السوق شويه رجعت على النعجه شويه ولكن مليح الثمن هذا كسيبه الله يسلمك والكرام تحياتي لكم كبيره من سوق 16 الله يدير خير والله يسهل على الجميع نتمنى لكم قربتكم من الاثمنه ديال السوق الله يسهل على كل واحد شوفوا سنانه وقول لي شحال الثمن واش ضاره ولا لا دافعه على ميلان على ميلان شوفوا الدرع لا الدرع مليح وريهم الدرعات قلبتيها ناديه صافي لا ناديه وما كاينش اللعب خاصها تكون معمره من شي حاولي مليح غادا تولد ولاد زينين ان شاء الله واش هز الدوم عندك وزياك احنا عاطينا 3148 عطينا 3000 هي وصلت 51 شحال عطيتي انت زكيتي معاه وانا كنت نقلب باقي ما زكيتش معاه ما زكيتش بعد غتنوج مع الماء هذا هو غادي نقرو يلا سير هذا صاحبنا خونا هذا ولد عمي هذا نقرو شحال دايره هذا زوينه ايه ايوا
شوف احنا قاعدين انا والله ما نسال لي قال لي هاد واخذ انا ما جيت عدو انا كنت هنا ياك ديت الشد معك وبعناه او سيدي الله يسخن جيت ان شاء الله غادي نجي عندهم ان شاء الله جبتي